صباح الخير أبناء الطلبة، دبلوم اقتصاد إداري سنة تانية، أول وحدة تعليمية عايزين ناخدها في محاسبة التكاليف المتقدمة. المفاهيم الأساسية والمستحدثة في مجال الرقابة على التكاليف، في مفاهيم أساسية وفي مفاهيم جديدة بتكملها في سبيل الوصول إلى تكاليف متقدمة. أول مفهوم، مفهوم التكاليف المعيارية. عايزين نعرف يعني إيه تكاليف معيارية، يعني بنستخدمها في إيه. نمرة واحد، التكاليف المعيارية هي تكاليف محددة مقدماً. يعني ايه مقدما؟ يعني قبل ما انتج، الشركات بتحددها قبل ما بتنتج عشان تعرف التكاليف التي يجب ان تكون. التكاليف المحددة دي بنحددها ازاي؟ التكاليف المعيارية المحددة مقدما من خلال دراسات علمية وتجارب عملية، بنحدد التكاليف المعيارية لكل عنصر تكلفة. يعني انتوا عارفين عناصر التكاليف، مواد مباشرة، أجور مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة. التكاليف المعيارية بتحدد معيار تكلفة كل عنصر، فهي لا تعتمد على آراء شخصية، لا، ده احنا بنعمل دراسات وتجارب عملية داخل المنشأة عشان نحدد التكاليف المعيارية، ليست تقديرات شخصية أو آراء شخصية، لا، ده بناء على دراسات. وبعدين بعد ما نحددها من خلال الدراسات العلمية والتجارب العملية، فهي تمثل ما يجب أن تكون عليه التكلفة. أستخدمها في إيه بقى؟ اللي أنا عملتها نتيجة دراسات علمية وتجارب عملية، تستخدم التكاليف المعيارية في الرقابة على التكاليف من خلال مقارنتها، أقارنها بقى بالتكاليف الفعلية اللي حصلت فعلا، ويتم تحديد كل من الانحراف السالب. يعني إيه انحراف سالب؟ ما انا بقارن تكاليف معيارية ناقص فعلية. الفعلية اذا كانت اكبر من المعيارية يبقى ده سالب. معناه ايه السالب ده؟ انحراف، يعني اسراف، ان الفعلية اكتر من اللي احنا كنا محددينها المعيارية، فده اسراف. او يطلع انحراف موجب. موجب يعني ايه؟ يعني التكاليف الفعلية أقل من المعيارية. لما أقول معيارية ناقص فعلية والفعلية تطلع أقل، هيبقى الانحراف موجب. يعني إيه موجب؟ يعني في توفير. الفعلية التكاليف اللي اتصرفت أقل من اللي متحددة، يعني إحنا وفرنا في التكاليف. هعمل إيه بالانحرافات دي؟ الإدارة تاخد الانحرافات دي، تدرس أسبابها لاتخاذ القرارات المصححة لمعالجة الانحرافات السالبة وتشجيع الانحرافات الموجبة. عايزين نحارب الإسراف ونشجع التوفير. آدي مفهوم التكاليف المعيارية. أقولها تاني، هي تكاليف محددة مقدما، أي قبل الإنتاج، بيتم إعدادها من خلال دراسات علمية وتجارب عملية لكل عنصر تكلفة، فهي لا تعتمد على آراء شخصية ولكن دراسات زي ما قلنا. نطلع ايه من الدراسات دي؟ فهي تطلع بقى، هي تمثل ما يجب ان تكون عليه التكلفة. اعمل بها ايه التكاليف المعيارية دي؟ بستخدمها في الرقابة على التكاليف من خلال مقارنتها بالتكاليف الفعلية. أقارن اللي أنا حددته مقدما ده باللي حصل فعلا، ويطلع عندي لا إما انحراف سالب، يعني معناه إسراف،
اسراف يعني ايه؟ يعني التكاليف الفعليه اكبر من المعياريه، او انحراف موجب لما تكون الفعليه اقل من المعياريه. الاداره تدرس اسباب الانحرافات دي، السالب والموجب. السالب ده تعالجه وتشوف اسبابه عشان تعالجه، تعالج الاسباب التي ادت للانحراف السالب، الاسراف ده تعالجه. والانحرافات الموجبه نشجعها، يعني نحارب الاسراف ونشجع التوفير. ده المفهوم الاول، مفهوم التكاليف المعياريه. ايه الفرق بين التكاليف المعياريه؟ تاني نقطه بقى، ايه الفرق بين التكاليف المعياريه والتكاليف التقديريه؟ التكاليف المعياريه هي تكاليف محدده مقدما زي المعياريه، هي محدده مقدما زي اللي احنا قلناها دلوقتي، بناء على دراسات علميه وتجارب عمليه، ومن ثم فهي تتسم بالدقه لانها بناء على دراسات. التكاليف التقديريه هي محدده مقدما برضك قبل ما انتج، بس مش بناء على دراسات، لا، بناء على متوسط الاداء الفعلي في الفترات السابقه. بس بقى في مشكلة، الأداء الفعلي السابق ده بيتضمن إسراف وضياع وغير ذلك، فأنت اعتمدت على الأداء الفعلي اللي فيه عيوب، ده فيها عيوب الأداء الفعلي السابق ده، فهذا يجعل التكاليف التقديرية أقل دقة من المعيارية اللي اتعملت، المعيارية دي اللي اتعملت بناء على دراسات. يبقى الخلاصة، التكاليف المعياريه بتتعمل بناء على دراسات علميه وتجارب عمليه فبتبقى دقيقه. التكاليف التقديريه لا، مش بناء على دراسات، بناء على متوسط الاداء الفعلي في الفترات السابقه، والاداء الفعلي اصلا فيه اسراف وضياع وغير ذلك من عيوب. فبتبقى التكاليف التقديريه اقل دقه من المعياريه. طب وفي فروقات تانية؟ لان التكاليف المعيارية محددة بناء على دراسات علمية وتجارب عملية، فبتستغرق وقت اطول نسبيا وتكاليف اعلى نسبيا من التكاليف التقديرية. يعني لو حبينا نعمل مقارنة بينهم نقول ان التكاليف المعيارية يتطلب وقتها اطول، وقت اطول نسبيا، بينما التكاليف التقديرية لانها ما بتعتمدش على دراسات فوقتها وقت تحديدها قصير. التكاليف المعيارية لانها تجارب ودراسات ومعمل، فدي بتحتاج تكلفة اعلى من التكاليف التقديرية. يعني ممكن تقول ثلاث فروق بين التكاليف المعيارية والتقديرية. أول فرق إن التكاليف المعيارية بتقوم على أساس دراسات علمية وتجارب عملية ومن ثم فهي دقيقة. الثانية بتتحدد على أساس متوسط، اللي هي الثانية اللي هي التقديرية، يعني بتحدد على أساس متوسط الأداء الفعلي في الفترات السابقة، والأداء الفعلي يتضمن إسراف وضياع، فهذا يجعل التكاليف التقديرية أقل دقة. ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني، التكاليف المعيارية بتستغرق وقت أطول نسبيا لأنها بتعتمد على تجارب ودراسات علمية وبتاخد وقت. الثانية لا، أقل، تستغرق وقت أقل نسبيا من التكاليف المعيارية لأنها بتعتمد على متوسط أداء فعلي موجود عندنا سابق، ما فيش مشكلة. ثالث فرق، إن تكلفة إعداد التكاليف المعيارية أعلى من تكاليف التقديرية، لأن التكاليف المعيارية بتعتمد على دراسات وتجارب عملية فبتكلف، غير التكاليف التقديرية اللي بتتحسب من الدفاتر اللي عندنا على أساس متوسط
الأداء الفعلي في الفترات السابقة. وبالرغم من التكاليف التقديرية أقل دقة من المعيارية، إلا أن لكل منهما استخدامات، دي لها استخدامات ودي لها استخدامات. التكاليف المعيارية تستخدم في الرقابة على تكاليف إنتاج المراحل. إنتاج المراحل ده اللي هو إنتاج نمطي، بيبقى زي بعضه، شكل بعضه، الذي يتميز بأنه إنتاج كبير جدا ومتماثل ومستمر. فالتكاليف المعيارية تناسب الرقابة على تكاليف إنتاج المراحل لأنها مكلفة وبتاخد وقت. وإنتاج المراحل ده إنتاج كبير يتحمل التكلفة دي ويتحمل الوقت، إنتاج كبير ومتماثل ومستمر. أما التكاليف التقديرية فبتستخدم في الرقابة على تكاليف الأوامر الإنتاجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل. الأوامر دي تتميز بالتنوع لأنها حسب طلبات العملاء، فمش مستاهل إن أنا أستخدم فيها تكاليف معيارية مكلفة وبتاخد وقت. أستخدم التكاليف الأقل دقة لأنها تناسب الأوامر المتنوعة. الأوامر متنوعة، كل أمر له بيختلف عن التاني، فحرام إن أنا أستخدم التكاليف المعيارية اللي هي مكلفة وبتاخد وقت فبستعيد عنها أو بستبدلها بالرقابة على تكاليف الأوامر باستخدام التكاليف التقديرية. ده الفرق بين المعيارية والتقديرية. طب ايه الفرق؟ تالت مفهوم بقى عايزين نعرفه، ايه الفرق بين التكاليف المعيارية ومعايير التكلفة؟ التكلفة المعيارية احنا قلنا هي التكلفة التي يجب ان تكون بس الايه؟ لوحدة التكلفة ككل، للمنتج على بعضه، دي التكلفة المعيارية. اما معيار التكلفة فهو التكلفة التي يجب ان تكون بس لكل عنصر من عناصر تكلفة المنتج. بعمل معيار للمواد المباشرة، معيار للأجور المباشرة، معيار للتكاليف الصناعية غير لكل عنصر. فمعيار التكلفة هو التكلفة المعيارية لعنصر واحد من التكلفة، ده المعيار. يعني التكلفة المعيارية بتكون لوحدة المنتج على بعضه، بينما معيار التكلفة هي التكلفة المعيارية لكل عنصر من عناصر التكاليف. طب في علاقة بينهم؟ طبعا العلاقة بين التكاليف المعيارية ومعيار التكلفة، التكلفة المعيارية لوحدة المنتج بتساوي معايير التكلفة عناصر التكاليف، اللي هي معيار تكلفة عنصر المواد المباشرة زائد معيار تكلفة عنصر الأجور المباشرة زائد معيار التكاليف الصناعية غير المباشرة. أجمع الثلاث معايير تطلع لي التكلفة المعيارية لوحدة المنتج. الخلاصة التكلفة المعيارية بتكون لوحدة المنتج على بعضه، معيار التكلفة يكون للعنصر التكلفة للمواد والأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة. طب علاقة بينهم؟ التكاليف المعيارية لوحدة التكلفة بتساوي مجموع معايير التكلفة، معيار تكلفة العنصر المواد ومعيار تكلفة عنصر الأجور ومعيار تكلفة الصناعية غير المباشرة. ايه الفرق بين التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية؟ عايز اقول لك في البداية ان الاتنين فيهم اوجه شبه قبل ما نتكلم عن الفرق. الاتنين محددين مقدما قبل الانتاج. الاثنين يستخدموا في الرقابة على التكاليف. الاثنين من أساليب الرقابية لمحاسبة التكاليف. الاثنين بيعملهم محاسب التكاليف مش المحاسب المالي، لأن محاسب التكاليف هو اللي بيختص بالرقابة على التكاليف، فهو ده
اللي بيستخدم وهو اللي بيعد الاساليب دي المعياريه والموازنات. دي اوجه الشبه. طب اوجه الاختلاف، اوجه الاختلاف، اول واحده باينة من اسمها تكاليف معياريه، معناها تهتم بالرقابه على التكاليف، هي اسمها تكاليف معياريه بتراقب التكاليف بس. اما الموازنه التخطيطيه فهي تهتم بالرقابه على كل من التكاليف والايرادات، على الاثنين مش تكاليف بس، اشمل الموازنه التخطيطيه اشمل من التكاليف المعياريه لانها بتراقب الاثنين. تاني نقطه، التكاليف المعياريه تتسم بالدقه لانها تحدد بناء زي ما قلنا بناء على دراسات علميه وتجارب دقيقه. الموازنه التخطيطيه تتسم بانها اقل دقه، وخاصة إذا اعتمدنا على بيانات تاريخية اللي هو الأداء الماضي. بيانات تاريخية يعني بيانات فعلية حصلت في الماضي، تكاليف بيانات فعلية، متوسط الأداء الماضي ده يعتبر أقل دقة لأنه فيه إسراف وفيه ضياع وزي ما احنا قلنا. يعني المعيارية دقيقة والموازنة التخطيطية أقل دقة، وتقول لي ليه؟ وخاصة إذا اعتمدت على بيانات فعلية تاريخية قبل كده. التكاليف المعيارية تالت فرق يسهل تطبيقها في المنشآت الإنتاجية، وخاصة اللي بتنتج منتج نمطي، النمطي اللي هو إنتاج كبير ومتماثل ومستمر، لأنه طب والموازنة التخطيطية بيسهل تطبيقها في جميع أنواع المنشآت سواء كانت إنتاجية أو خدمية. يعني دي إنتاج المعيارية تطبق في المنشآت الإنتاجية وخاصة النمطية اللي بتنتج إنتاج نمطي اللي هو إنتاج المراحل يعني، بينما الموازنة التخطيطية بتصلح للتطبيق في جميع أنواع المنشآت الإنتاجية والخدمية أيضا. في مجموعة من المفاهيم المستحدثة عايزين ناخدها. خامسا، زي التكاليف المستهدفة، هي تكاليف محددة مقدما تعد من منظور خارجي. يعني ايه منظور خارجي؟ يعني تعتمد على معلومات خارجية من السوق وبحوث تسويقية خارجية. نمرة جيم، تحدد بشكل اجمالي لتكلفة الوحدة. اجمالي وليس بشكل تفصيلي لكل عنصر تكلفة. طب تحدد ازاي؟ تحدد بموجب المعادلة الآتية، سعر البيع المستهدف، ما أنا هدرس السوق بره وأقول أنا عشان أقدر أواجه المنافسة، سعر البيع المستهدف القادر على المنافسة بناء على أسعار خارجية، أعمل بقى دراسات تسويقية وأشوف إيه السعر المناسب اللي أقدر أبيع بيه وأقدر أحصل على حصة من السوق كبيرة. أشوف السعر البيع المستهدف أبتدي بيه، أطرح منه الربح اللي أنا المفروض أكسبه، الربح المستهدف، تديني التكاليف المستهدفة. مهمة أوي المعادلة دي. والتكاليف المستهدفة تكون لوحدة المنتج على بعضه مش لكل عنصر. طب ليه بعمل بستخدم التكاليف المستهدفة؟ الهدف من التكاليف المستهدفة هو زيادة القدرة التنافسية للمنشأة. ما أنا بدأت بسعر البيع اللي أنا المفروض أبيع بيه كام؟ وأقدر أواجه أشوف زمايلي المنافسين دولت بيبيعوا بكام وعايز أخفض السعر عنهم عشان أكسب السوق. فبحدد سعر البيع اللي أنا عايز أبيع بيه عشان أقدر أواجه المنافسة. وبعدين اطرح منه الربح اللي هكسبه، الربح المستهدف، هيديني التكاليف المستهدفة. انا عايز اوصل للتكاليف بتاعتي تبقى التكاليف المستهدفة دي.
طب ليه انت بتعمل كده؟ بدأت بسعر البيع ناقص الربح المستهدف تديك التكاليف المستهدفة. ليه الهدف من كده؟ ايه الهدف من التكاليف المستهدفة؟ عشان زيادة القدرة التنافسية للمنشأة. عشان احقق قدرة تنافسية للمنشأة لازم تكاليفي تبقى قليلة عشان اقدر ابيع بالسعر اللي انا حددته واقدر اواجه بيه السوق. يبقى اربع نقط، عفوا، اربع نقط في تحديد التكاليف المستهدفه. هي تكاليف محدده مقدما بتعتمد على معلومات خارجيه، اشوف السوق كام وزمايلي بيبيعوا بكام والمنافسين بيبيعوا بكام من منظور يعني معلوماته بستقيها من السوق، تعد من منظور خارجي، وتحدد بشكل اجمالي للتكاليف وليس بشكل تفصيلي لكل عنصر تكلفه، وتتحدد بالمعادله الاتيه: سعر البيع المستهدف ناقص الربح المستهدف يساوي التكاليف المستهدفه. وطبعا سعر البيع المستهدف اللي هو السعر اللي انا عايز اسعر بيه منتجاتي بطريقه تواجه المنافسين، يعني يكون اقل من سعر المنافسين، واطرح الربح المستهدف واقول يبقى التكاليف المستهدفه قد كده. الهدف ايه من التكاليف المستهدفه؟ هي زياده القدره التنافسيه للمنشاه. ادي المفهوم الاول، التكاليف المستهدفه. ايه الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف المستهدفة والعلاقة بينهم؟ قبل ما اقول ايه الفرق، عايزك تعرف ان فيه تشابه بينهم. كلاهما محدد مقدما قبل ما انتج. كلاهما من أساليب محاسبة التكاليف. كلاهما بيهدف إلى الرقابة على التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. طب إيه الاختلاف بينهم؟ الاختلاف بينهم في ثلاث نقط. أول حاجة، التكاليف المعيارية تعد من منظور داخلي. يعني ايه من منظور داخلي؟ لانها بتعتمد على تجارب دراسات وتجارب تعد داخل المنشأة. بعمل تجارب وبعمل الدراسات، دراسات علمية وتجارب عملية داخل المنشأة، فتعتبر المعلومات داخلية من داخل الشركة. بعمل التكاليف المعيارية من خلال المعامل بتاع الشركة، بينما التكاليف المستهدفة زي ما قلت لكم تعد من منظور خارجي للتكاليف، من خلال معلومات خارجية وبحوث تسويقية تجرى خارج المنشأة عشان أعرف سعر البيع اللي أقدر أبيع بيه إيه المستهدف. نمرة اتنين، يعني دي معلوماتها. تاني، أول نقطة فرق، دي تعد من منظور داخلي يعني من معلومات داخلية، بينما التكاليف المستهدفة تعد من معلومات خارجية من السوق. تاني حاجة، التكاليف المعيارية تحدد بشكل تفصيلي لكل عنصر تكلفة. لكل المواد كام؟ التكلفة المعيارية للمواد كام؟ والأجور كام؟ والتكاليف الصناعية كام؟ لكل عنصر، يعني بحدد معايير التكلفة واجمعهم تطلع التكاليف المعيارية، بينما التكاليف المستهدفة تحدد بشكل إجمالي مش بتفاصيل من خلال مقارنة سعر البيع المستهدف القادر على المنافسة أطرح منه الربح المستهدف يديني التكاليف المستهدفة. دي أساسا التكاليف المعيارية بتهدف للرقابة على التكاليف. والتانية، التكاليف المستهدفة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنشأة. إيه العلاقة بينهم؟ العلاقة بين التكاليف المعيارية والتكاليف المستهدفة هي علاقة تكامل.
يعني ايه تكامل؟ يعني مش تعارض. ولازم وانا بعمل التكاليف المعيارية عيني على التكاليف المستهدفة، يجب الا تزيد التكاليف المعيارية اللي انا بعملها جوه عن التكاليف المستهدفة اللي انا محددها من المعلومات الخارجية، عشان زيادة القدرة التنافسية للمنشأة. يعني في تكامل بينهم، وانا بعمل معيارية اقول دي المفروض ما تزيدش عن التكاليف المستهدفة لتحقيق وزيادة القدرة التنافسية. ده الفرق بين التكاليف المعيارية والتكاليف المستهدفة والعلاقة بينهم، علاقة تكامل وليس التعارض. وانا بعمل المعيارية عيني على المستهدفة، ما تزيدش عن التكاليف المستهدفة. تالت حاجة، المقاييس المرجعية. هي مقاييس اداء، ده مفهوم. مقاييس اداء لدى الشركات المنافسة القائدة. اشوف الشركات المنافسة، زمايلي اللي مكتسحين السوق دول، الشركات المنافسة دي ايه مقاييس الاداء بتاعتها، ويتم مقارنتها مع مقاييس اداء المنشأة بتاعتي عشان اعرف اوجه القصور في المنشأة، ايه القصور في المقاييس بتاعتي وعالجها بهدف تحسين الاداء بشكل مستمر. يعني ببص على النماذج الناجحة اللي هي المقاييس المرجعية دي، معناها مقاييس اداء لشركات منافسة قائدة ناجحة ومستولية، اشوف ايه بتعمل ايه واحاول اقارنه بالمقاييس بتاعتي وعدل المقاييس بتاعتي عشان احسن الاداء بشكل مستمر. طب علاقتها ايه بالتكاليف المعيارية؟ هي علاقة تكامل ايضا، الاتنين بيتحدد مش تعارض، هناك علاقة تكامل عشان ازود القدرة التنافسية للمنشأة، الاتنين بيتعاونوا في سبيل هذا الهدف، التكاليف المعيارية والمقاييس المرجعية. يبقى برضك وانا بحدد التكاليف المعيارية عيني على المقاييس المرجعية، وعايز اخليها زي المقاييس المرجعية على قد ما اقدر، بحيث يبقى مجموع التكاليف المعيارية لوحدة المنتج تبقى تمكنني من زيادة القدرة التنافسية للشركة او المنشأة. خلاصة الكلام، المقاييس المرجعية هي مقاييس اداء لدى الشركات المنافسة الناجحة القائدة الرائدة. اشوفها، اشوف المقاييس دي وقارنها بالمقاييس الاداء المنشأة بتاعتي، واعرف ايه اللي انا مقصر في ايه عشان اعالجه وعشان نحسن الاداء بشكل مستمر. وعلاقتها بالتكاليف ما هي؟ علاقة تكامل ايضا من اجل زيادة القدرة. رابع مفهوم، ريادة التكلفة. امتى تتحقق ريادة التكلفة؟ مفهوم ريادة التكلفة تتحقق عندما تكون تكلفة المنتج او الخدمة التي تقدمها المنشأة بتاعتي اقل من تكلفة المنتج او الخدمة التي يقدمها المنافسين، يبقى انا رائد في التكاليف. يعني اخفض التكاليف لدرجة تبقى اقل من تكلفة المنافسين، بتتم عن طريق تخفيض التكاليف بدرجة تقل عن تكلفة المنشآت المنافسة، يبقى انا رائد تكاليف. رائد ريادة، في ريادة في التكاليف، اتمتع بريادة في التكاليف. ريادة يعني تكاليفي اقل من تكلفة المنافس. طب ازاي اخليها اقل؟
يتم تخفيض تكلفة المنتج أو الخدمة من خلال أطور طرق الإنتاج وأساليب الإنتاج، أزود كفاءة العاملين، أخفض التالف والفاقد، واحكم الرقابة التكاليفية على عناصر التكاليف المنشأة، على المواد والأجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة، أعمل لهم رقابة بحيث تبقى التكاليف منخفضة وتني أخفض فيها لغاية ما أصل إلى أن تكون أقل من تكلفتي أنا، تبقى أقل من تكلفة المنافسين. طب التكاليف المعيارية ممكن تساعدني؟ طبعا تساعدك، ما هي التكاليف المعيارية بتراقب التكاليف وبتخفض التكاليف، فعلاقتها بالتكاليف المعيارية، ريادة التكلفة لها علاقة بالتكاليف المعيارية، علاقة تكامل وليس التعارض، حيث تساعد التكاليف المعيارية في الرقابة على التكاليف وخفض التكلفة بهدف الوصول إلى ريادة التكلفة. المفهوم المستحدث الخامس بطاقة الأداء المتوازن، هي أسلوب لتقييم أداء الشركة باستخدام نوعين من المقاييس. إحنا ميزة التكاليف إن هي بتتعدد المقاييس فيها، فإحنا بنستخدم هنا مقاييس مالية ومقاييس غير مالية، اللي هي مقاييس كمية، يعني مالية وكمية، وده اللي بيفرق محاسب التكاليف عن المحاسبة المالية. المحاسبة المالية محاسبة مالية فقط، جمال التكاليف ان هي بتستخدم كل المقاييس مالية وغير مالية. البطاقة دي بتعمل كده، بتستخدم نوعين من المقاييس، مقاييس مالية ومقاييس غير مالية اللي هي كمية. بطاقة الأداء المتوازن بتقيم الأداء في 5 مجالات، بتقيم الأداء المالي للشركة، عشان كده بيسموها أداء متوازن لأنها متعددة المجالات التقييم أو أبعاد التقييم، ده كذا بعد، 5 أبعاد بتقيمهم، عشان كده بيقول لك أداء متوازن، بيسموها أداء متوازن لأسباب كتيرة قوي. أول سبب إن هي بتستخدم مقاييس مالية ومقاييس غير مالية الاتنين، بتاخد المقاييس المالية وغير المالية اللي هي الكمية، أدي حاجة، عشان كده بيسموه متوازن، بيسموه أداء تقييم أداء متوازن. ليه؟ لأنها متعددة، بتقيم حاجات كتير في الشركة، بتقيم الأداء المالي، بتقيم العلاقة مع العملاء، بتقيم عمليات التشغيل الداخلي، بتقيم العلاقة مع العاملين، بتقيم الأداء البيئي والمجتمعي، مجالات عديدة. عشان كده بيقول لك بطاقة الأداء المتوازن لأنها لا تقتصر على مجال واحد، على مجموعة، على 5 مجالات. يبقى سموها بطاقة أداء متوازن لأنها بتستخدم نوعين من المقاييس، المقاييس المالية وغير المالية اللي هي الكمية، وكمان لا تقوم بتقييم أداء مجال واحد، ده بتقوم بتقييم 5 مجالات، كل حاجة متعلقة بالشركة، أداء مالي وعلاقة مع العملاء وعملية التشغيل الداخلي والعلاقة مع العاملين والأداء البيئي والمجتمعي، ده اتجاه جديد في تقييم الأداء، لا يقتصر على مجال واحد ولا يقتصر على مقياس واحد، وإنما أكتر من مقياس وأكتر من مجال بيتم تقييمه. وبالطريقة دي احنا نكون خلصنا الجزء الأول في محاسبة التكاليف المتقدمة، بعرضنا للمفاهيم الأساسية والمفاهيم المستحدثة في التكاليف. وشكرا.
شكرا لكم، ونتقابل المرة الجاية بإذن الله المحاضرة القادمة. شكرا.